السلام عليكم. هو انا اسمي ريم مرجاوي، انا طالبه في سنه ثالثه في كليه علوم جامعه القاهره في بايوتكنولوجي، وانا بدات اني اعمل ابحاثي في مدينه زويل في قسم النانو ماتيريالز تحت اشراف دكتور ابراهيم الشربيني، بشتغل على بحث انتي كانسر دراج. طب ازاي بقى الاثنين مع بعض؟ يعني ازاي يبقى الواحد لسه طالب وفي نفس الوقت ان هو يبدا ان يعمل ابحاث علميه؟ طب بس ايه المانع؟ لا، هو المانع ان الطبيعي ان الواحد يخلص الاول الدراسه بتاعته وبعد كده يبدا ان هو يعمل دراسات عليا ويعمل ابحاث علميه. طب اذا كان الكلام ده صحيح وان ما ينفعش ان حد يعمل ابحاث علميه غير لما يبدا ان هو يخلص الدراسه بتاعته، ازاي في ناس مش مجرد ان هم باحثين، لا دول علماء وقدروا ان هم يغيروا تاريخ بشريه بحالها، كانوا ما كملوش تعليمهم، مش ما كملوش التعليم الجامعي، لا ما كملوش تعليم الدراسه اصلا المدرسه. يعني من اشهر الناس توماس اديسون اللي اخترع اللمبه بتاعت الكهرباء، ده قعد 11 اسبوع بس في المدرسه، وبعد كده كانوا شايفين المدرسين ان هو انسان غبي وان هو بيقعد يسال اسئله كتير قوي ملهاش اي لازمه، فمامته خدته من المدرسه وكمل تعليمه بس عن طريق القرايه. وبسبب غبائه اللي الناس كانت بتقول عليه او التيتشر بتاعته دي، بقى نور العالم كله وحول مسار تاريخ البشريه 180 درجه. كان بيقول حاجه حلوه قوي، ان انا ما كنتش بخلي ان في يوم اشتغل فيه، لان انا كنت شايف ان اللي انا بعمله ده انا بعمله فور فن، انا بعمل ده عشان انا حابب ده. هي دي فكره البحث العلمي. البحث العلمي مش مجرد ان هو تجربه في معمل، البحث العلمي ده هو اسلوب حياه، انا بعمل ده عشان انا حابب ده، هي رحله او مغامره، بس بدل ما انت بتتفرج عليها من بره، لا انت البطل بتاعها، انت اللي بتكتب الخطوات بتاعتها. ملهاش دعوه بقى انت مين ولا بتدرس ايه ولا عندك كام سنه. طب ماشي يا ريم، بس دي يعني ناس كان ليهم حياتهم وليهم زمانهم وليهم كل حاجه، بس احنا طلاب ويمكن الوضع اللي احنا بنبقى فيه مش سامح لنا قوي ان احنا نبدا ان احنا نعمل ابحاث علميه وان احنا نحقق اللي احنا عايزينه. طب انا عندي بس حاجه صغيره، انا كنت مؤمنه بالفكره دي ان انا بحب البحث العلمي، ومش مشكله بقى انا بدرس ايه ولا مين مصدقني ولا مش مصدقني، وبدات اني اشتغل. فالتجربه دي بسيطه جدا، هحب ان انا اشاركها معاكم واتمنى ان هي تقدر تفيدكم. في الاول خالص انا كنت طالبه عادي في ثانويه عامه، وطبعا انتوا عارفين الثانويه العامه يعني ايه، ويعني ايه مذاكره، ويعني ايه ان الواحد يقعد يشتغل من الصبح لحد بالليل. بس انا كنت مقتنعه ان الناس دول ناس بيموتوا بيتألموا كل يوم بسبب مرض اسمه الكانسر. يمكن يكون انا بتكلم بسذاجه قوي ان يعني ايه واحده في ثانويه عامه عايزه تعمل ابحاث عن الكانسر، بس كل اللي انا كنت بفكر فيه ان نفسي اني اخدمهم باي شكل مهما كان بقى انا مين ولا انا ايه. طب انا اعمل ايه؟ انا مش اكتر من واحده في ثانويه عامه. طب انزل انا ادور على مراكز ابحاث ولا حاجه تساعدني؟ ما هو مش وقت، انا عندي ثانويه عامه. فقلت خلاص انا هبدا ان انا اقرا، دي الحاجه اللي انا اقدر اعملها. بدات ان انا اشتري كتب مبسطه قوي عن الكانسر وهو ايه بالظبط والكلام ده كله، وقعدت اقرا فيه كتير، وقريت على النت ايه هو الكانسر، ايه اللي بيحصل، الكلام ده كله. بعد ما بدات ان انا اقرا بدات اقول طب ايه الخطوه اللي بعديها؟ يعني خلاص فاضل لي سنه واخلص وادخل بقى الكليه. قلت خلاص، كان جامعه زويل ساعتها، كان جامعه زويل ساعتها بتقبل اول دفعه، والحمد لله انا كنت متفوقه في دراستي، فقلت خلاص انا هدخل جامعه زويل وان شاء الله اجيب المجموع بتاعها. وانا اصلا كنت متابعه اخبار المدينه من ساعه ما هي بدات ان هي تتعمل، فكنت في سنه ثانيه رحت قدمت وكنت كان مجموعي عالي وكل شيء، وخلاص بقى انا حياتي كلها السنه بحالها ما بعملش اي حاجه غير ان انا بحلم ان انا داخله المدينه دي وداخله الجامعه دي عشان اتعلم ازاي ان انا ابقى باحثه واقدر ان انا اعمل بحث اللي انا عايزاه. سنة ان انا كاتبه بقى في الاوضه بتاعتي لفتات ان انا داخله جامعه زويل وهجيب مجموع مش عارفه كام، بس للاسف يعني مش كل حاجه متمناها بتحصل. كل ده كان خلاص قرب ان هو يتهدم، وحلمي ده كله لان انا اترفضت من الجامعه، اترفضت على نص درجه، ويا ريت كان الموضوع اتقفل على كده وبس، لا ده انا كمان يعني اتصنفت مرحله ثانيه، يعني ولا ينفع ان ادخل كتب ولا صيدله. ناس كتير قوي كانت شايفه ان يعني خلاص دي كتابه النهايه في حياتي، واحده كانت تطلع الاولى على المدرسه وفي الاخر ولا طب ولا صيدله ولا اي حاجه. بس صراحه انا كنت شايفاها ان هي
مش اكتر من بدايه جديده. بدايه جديده اني يعني ممكن ان انا اعمل حاجه تانية او ان انا ادخل كليه زي علوم ان انا ابدا ان اعمل ابحاث علميه. من القرايات اللي كنت بقراها في الكتب ان الكانسر بيحصل نتيجه ان بيحصل ميوتيشن في الدي ان اي، وانا كنت عارفه قسم الباي تكنولوجي، فقلت خلاص انا هبدا ان انا ادخل القسم ده عشان اعرف اكتر الدي ان اي ده بيشتغل ازاي وايه هو والكلام ده. بالفعل الحمد لله قدمت في باي تكنولوجي ودخلت. بعد ما دخلت باي تكنولوجي قلت انا لسه في سنه اولى قدامي اول ترم، قعدت بقى ان انا ابحث اي حد يساعدني. بقيت بروح كده بكل يعني مش عارفه اقول ايه، كل سذاجه اروح للناس انا طالبه في سنه اولى وانا عايزه اعمل ابحاث عن الكانسر. صراحه هم ما كانوش بيتريقوا، بس يعني كانوا بيعاملوني على قد عقلي، يعني ان انت واحده في سنه اولى يعني خليكي ركزه في مذاكرتك احسن. طب ماشي والله انا الحمد لله متفوقه علميا ومن اوائل الدفعه، انا مش واحده يعني جايه كده، فمعلش خليكي مركزه في مذاكرتك. رحت بقى اماكن كتير قوي، رحت مراكز ابحاث، رحت مستشفيات فيها ابحاث علميه، بدات ان انا ادخل حاجات كتيره قوي يمكن اي شيء يقدر ان هو يوصلني، بس الحمد لله ولا حاجه وصلت. بعد كده خلاص اني انا عملت اللي عليا، كنت دخلت في حاجات ما لهاش اي علاقه اصلا بالكانسر، يعني كنت دخلت مشاريع فوتر تريتمنت، دخلت مشاريع ايه تاني بايو جاز، دخلت ستودنت اكتيفيتيز، كنت بروح اعمل برزنتيشنز في مؤتمرات، عملت كل حاجه ممكن هي توصلني ده، والحمد لله ما كانتش في اي حاجه يعني ساعدتني، بس انا عملت اللي عليا وده كان كل المطلوب مني. فبعد كده جه بقى خلاص ربنا يجازيني على ده، كنت قاعده في نادي وكلنا قاعدين، فراحت جت يعني كانت واحده صاحبتنا قاعده فبتقول انا كنت بقرا على الفيس ان في نبات بيعالج الكانسر، فانا قاعده وسامعه ده كله، فقلت لها طب هو اسمه ايه النبات ده؟ فراحت قالت لي هو مش عارفه بس هبقى اجيبه لك. قلت لها خلاص ماشي. انا صراحه ما استنيتش، رحت فتحت الفيس، فتحت قصدي الجوجل، وقعدت ان انا اعمل سيرش ايه النبات اللي بيعالج الكانسر ده. حقيقي يعني كان لقيت قصه جميله جدا عنه، يعني كان عرضتها عندي في الكليه وربنا يبارك لهم دفعتي، يعني كانوا مشجعيني جدا ان لا كملي في اللي انت بتعمليه ده، وبالفعل الحمد لله كملت. رجعت عدت نفس الموضوع، خدت النبات، يا جماعه انا اسمي فلانه الفلانيه في كليه كذا، عايزه ان انا اعمل بحث عن النبات الفلاني، والله احنا نفسنا نساعدك بس احنا مش عارفين نساعدك ازاي. حاجات بقى كتير بدات طبعا انا اسمعها ان مفيش حد هيقدر يساعدك وانت لسه في السن ده. طيب خلاص ماشي. عدت سنه اولى، بعد سنه اولى جه اول مؤتمر لمدينه زويل، فقلت ده بقى املي الوحيد، والصراحه يعني خدت نيه مع ربنا انا مش ماشيه من المكان ده غير لما الاقي حد يساعدني. فروحت كلمت طالب موجود، قلت له لو سمحت انا عايزه عندي فكره بحث وعايزه ان انا ابدا فيها، ممكن توصلني لاي حد؟ فاداني ايميل لرئيس الجامعه وقال لي كلمني هو ممكن ان هو يساعدك، هو انسان اكتف جدا. قلت له خلاص ماشي. بعد ما خلص المؤتمر جه رئيس المؤتمر وقف وناس حواليه، انا بحب دايما استفيد من حياه الدكاتره وهم ازاي وصلوا اللي هم فيه والحاجات دي. فوقفت مع الدكتور، كان دكتور ابراهيم الشربيني، وكان هو بيتكلم مع ناس عن ابحاث هو يساعدهم فيها وكده. فقلت خلاص بس انا هكلمه بقى ان هو ممكن يساعدني في حاجه زي كده. قلت له يا دكتور انا اسمي كذا كذا وانا في نبات بيقدر ان هو يعالج الكانسر وانا حابه اني اعمل ابحاث عليه، ممكن حضرتك توصلني لحد؟ فراح قال لي هو انا اللي ممكن اساعدك، انا اصلا بنشتغل على حاجات طبيعيه زي دي بالنانو كورتيكلز، ولقينا يعني حاجات يعني لقينا نتائج كويسه جدا للموضوع ان احنا نستخدم حاجات ناتشرال في ان احنا نعالج الكانسر، فلو حقيقي الكلام اللي انت بتقوليه ده صحيح انا هساعدك. طبعا سمعت الكلمتين دول بعد كل المعاناه اللي انا عانيتها وكل اللف ده ان في حد مصدق اللي انا بقوله، قلت له خلاص ماشي، اول ما اروح هبعت لك على طول ريبورت عنه. اول فعلا لما روحت رحت بعت ريبورت للدكتور عن الكلام اللي انا بقوله ده، وقال لي خلاص حلو جدا بس انا عايزك ان انت تجيبي لي بقى حاجات علميه عن الكلام ده. طبعا انا واحده لسه خارجه من سنه اولى يعني ما عنديش قوي خبره ان انا اقدر ان ايه اقرا بيبرز والكلام ده، بس قعدت شهر كامل ان انا قعدت اجمع بيبرز على قد ما قدرت بتتكلم على النبات ده وان هو ازاي كحاجه بقى ساينتفك ان هو ازاي بيعالج الكانسر، وقعدت عملت ريبورت. يعني اتذكر اول بيبر مسكتها قعدت الانترودكشن بتاعها يوم كامل،
عشان بس كل انا بعمل بعمل كابي بيست على جوجل عشان اعرف الكلام ده معناه ايه, يعني ايه دمسو, يعني ايه, كان حاجات علميه كده مصطلحات انا مش فاهمه ده معناه ايه. المهم قعدت على قد ما قدرت ان انا جمعت اللي انا فهمته والكيميكال ستراكشر بتاعه والكلام ده كله وعملت ريبورت كامل عنه وقعدت للدكتور انا خلصت خلاص نتقابل بقى. متهيألي اليوم ده كان من اجمل ايام حياتي يعني. فروحت طبعا ساعه بدري في حالها واقفه قدام المكتب مستنيه ان الدكتور يجي. اول لما الدكتور جه وراح استقبلني الصراحه استقبال محترم جدا في المكتب, اهو يا دكتور الريبورت بتاعي كلام كذا كذا كذا, خلاص انا هساعدك. فراح كلم دكتوره نانسي الباز اللي كانت شرفتنا الصبح وخدتني عشان توريني المعمل. يمكن الناس تشوف ان دي مش حاجه يعني واو, بس انا بالنسبه لي كنت ان ادخل معمل ما بيدخلهوش غير ريسيرش اسيستنت وتيتشر اسيستنت واشوف الاجهزه اللي كانت موجوده في النانو, يعني في النانو تكنولوجي دي, كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا داخله وكل اللي انا مش فاهمه اي جهاز موجود. بس كل انا فاكراني بقيت عماله الف في المعمل اقول لها هو الجهاز ده معناه بيعمل ايه والجهاز ده بيعمل ايه, بتقول لي ده بيعمل نانو فايبرز, ده بيعمل مش عارفه ايه. كنت مبسوطه جدا ان انا دخلت حاجه زي كده. بعد كل ده وخلاص انا هعمل بقى البحث وكل شيء, للاسف كان كل شيء اتهد تاني. ليه؟ لان النبات مش عارفين نجيبه, النبات ده بيتزرع بره واحنا مش عارفين نجيبه. حاولنا ان احنا نتواصل مع ناس كتير جدا ان هم يوصلوه, مفيش خالص. ست شهور بحالها عمالين بس نكلم اي حد ان هو يوصل لنا النبات, لحد ما في الاخر لقينا ان في موقع ممكن ان هو يوصل لنا النبات ده. قلت بس خلاص النبات جاي بقى. اول اوردر قعد شهر, يا جماعه ما جبتوش ليه؟ معلش اصل مش عارفه اللي احنا نتعامل معاهم لغوا الاوردر. طب مش بعد اذنكم اعملوا تاني. عملوا الاوردر تاني, قعدوا برده شويه وراحوا لغوا كل شيء. ثالث مره تقريبا اتكلمت اتخانقت مع الرئيس بتاعهم, يعني مش معقوله انا عملت مره واثنين ومفيش حد بيرد عليا, خلاص يا فندم احنا هنبعته لك. قلت له خلاص ماشي. وصراحه ما كنتش حاطه امل ان هم يبعتوا حاجه, بس الحمد لله في ثالث مره دي اتبعت وجابوا النبات. كان ساعتها انا خلصت سنه ثانيه, بدات ان انا اشتغل على النبات ده في الاجازه. كنت بنزل تقريبا كل يوم, وكان في ريسيرش اسيستنت كان الدكتور يعني خلاها هي تساعدني, دكتور اسراء ربنا يبارك لها, وكانت بتعلمني كل حاجه بقى ان انا ازاي اعمل النانو بورتكلز دي والانكيوبيشن بتاعها وكل حاجه كانت بتتعمل, بدات ان هي بتعلمها لي وبدات تشتغل الكلام ده بايديا انا. فطبعا كانت حاجه بالنسبه لي عمري ما كنت اتخيلها, يعني كان مش اكتر من حلم انا حلمته وفي الاخر لقيته. وعدت سنه, مش عدت سنه يعني انا خلصت البحث في الاول, وبعد كده جه تاني مؤتمر بقى. تاني مؤتمر كنت انا اللي واقفه وماسكه البوينتر, كنت بشرح اول نتائج البحث بتاعي. فما كنتش مصدقه ان انا ممكن حقيقي نعمل بحث علمي من دلوقتي. انا كنت واقفه في نفس المكان السنه اللي فاتت بتحايل بس على اي حد ان هو يساعدني, ما كنتش عارف ان هتعدي سنه وهبقى واقفه بشرح اول نتائج البحث. زي ما قلت لك هو ما كانش اكتر من حلم ما كانش فيه اي دليل, وما كانش عمر حد هيصدق ان ممكن حد لسه طالبه وبتعمل زي ما دكتور ابراهيم بيقول انت بتعملي ده رساله ماجستير, مش حاجه طبيعيه. هي دي مغامره البحث العلمي اللي انا عشتها. انا شايفه ان البحث العلمي مش مجرد زي ما قلت لكم تجربه في معمل, دي قصه حياه. انت بتشوف انك عندك مشكله ونفسك ان انت تحلها وبتبدا ان انت تمشي خطوه بخطوه لحد ما توصل المشكله دي. قصه انت اللي بتكتبها بايديك, بتقول طب تعالوا نجرب ده, طب تعالوا ما نجربش ده, طب تعالوا نعمل كذا. ايوه هتقابلك مش صعوبات كتير جدا, يعني يمكن اللي انا قلته ده باختصار, بس حقيقه كانت بتيجي لحظات ان كل شيء كان بيبقى صعب جدا, انا مش قادره استحمل ده, خصوصا ان انا لسه طالبه ومطالبه بحاجات كتير قوي غير البحث العلمي اللي انا عامله. فهي دي كانت حريه الفكر بتاعت البحث العلمي اللي انا حبيتها وعشتها الحمد لله. دلوقتي دي يعني كانت قصه ريم وحياتها وكل شيء, يعني ربنا معاها ان شاء الله. بس انا الصراحه جايه النهارده عشان قصتكم انتوا,
يعني ايه قصتكم انتوا؟ يعني في ناس كتير قوي مننا بيبقى نفسهم ان هم يعملوا حاجات ويعملوا ابحاث علميه وان هم يبداوا ان يشتغلوا في احلامهم، بس حاجات كتير قوي بتوقفنا. طب نبدا ازاي؟ عايزاكم تحفظوا الكلام ده كويس قوي. هما ثلاث قوانين. يعني ايه ثلاث قوانين؟ ثلاث قوانين تقريبا معظم الناس اللي عدت يعني قدرت ان هي توصل لحاجه عدوا معظمهم. انا اصريت ان اكتبها بالعربي عشان عايزاها تحفظ بالمنظر ده. اول حاجه حدد الحلم بتاعك. يعني ايه حدد الحلم؟ شوف انت عايز تعمل ايه. مش شرط ان انت بتعمله ده ليه علاقه بالكليه، بس كل واحد فينا يعني بيبقى نفسه في حلم معين ان هو يعمله. شوف احلم، اعمل، شوف انت نفسك في ايه، شوف اللي انت نفسك فيه ده. طب خلاص انا عرفت انا عايز اعمل ايه، اعمل ايه بعد كده؟ عايز ابدا ان انت الكلمه دي اتقالت لي مش انا اللي قلتها. خد اكبر كميه من التجارب الفاشله. يعني ايه خد اكبر كميه من التجارب الفاشله؟ اعمل اي حاجه. يعني اعمل اي حاجه، اي حاجه ممكن انت تتاح لك انت تعملها اعملها. انا كان ما كانش في حاجه متاحه لي في الاول غير القرايه، بدات ان اقرا. واحد تاني متاح له شيء تاني، مثلا واحد متاح له منحه او اي حاجه، روح المنحه. حاول ان انت تدور على اي شيء ان هو يساعدك وابدا ان انت تمشي فيه. ده طبعا على اعتبار ان حلمك ده هو بحث حلمي، حتى لو حلمك ده اي شيء تاني برضو حاول انت تعمل كده. يبقى انا عندي حلم، حاولت اني اعمل كل حاجه ان هي توصلك ليها. وللعلم بالشيء مش شرط الطرق اللي انت هتمشي فيها هي اللي هتوصلك، انت مش مطلوب منك غير انك تشتغل. وفي الاخر بقى انت هتوصل لحلمك ده عن الطريق اللي ربنا شايفه صح. تالت حاجه بقى، دي خطوه زي ما بيسموها كده خطوه كريتيكال، دي هترجعك لنقطه الصفر تاني، يا اما هتخليك ترجع تطلع، قصدي خطوه تانيه. اوعى تستسلم. دوري على حياه واحد قدر ان هو يوصل لحلمه وما عدش بالخطوه دي. اوعى تستسلم. يعني ايه اوعى تستسلم؟ انت هتعدي بحاجات مش صعبه، لا، حاجات ممكن تبقى شايف ان كل حاجه بتتدمر قدامك. لو ما ثبتتش يبقى انت كده بتتنازل عن حلمك بكل سهوله. والله ربنا يقف جنبك، بدل ما انت عندك حلم لازم هيقف جنبك. للعلم بالشيء انا اذا كنت دخلت جامعه زويل انا كنت عمري ما وصلت لده. ليه بقى؟ لان انا اصلا كنت مقدمه بايوميديكال، يعني حاجه تانية خالص غير النانو ساينس. فيعني سبحان الله انا دخلت اللي انا عايزاه، بس بعد ما انا دخلت كليه كان ليا شرف اني اتعرفت لدكاتره واتعرفت على دفعه كانوا سبب كبير جدا في نجاحي. وفي نفس الوقت الحمد لله دخلت القسم اللي هو على طول هيدخلني على البحث بتاعي. فما تزعلش اذا انت وصلت لحاجه ويعني قعدت تجرب تجارب كتير وما وصلتلهاش، لازم ربنا هيحطك على الطريق بدل ما انت تعبت. اوعى تستسلم بقى. دي في تجربه كده بسيطه انا يعني بيها، فحابه ان انا اقولها لكم. انا كان بتوصل بيا الحالات اني انا عندي بحث عايزه امشي فيه، وعندي دراسه، وعندي نشاطات تانية كتير بعملها غير دول، ومطلوب ان انا اعمل كل دول على اكمل وجه. فكان حقيقي بتوصل بيا الحاله ان انا مش قادره استحمل خلاص. يعني انا بشر برضو، انا عايزه اعيش، انا مش قادره. فكنت بقى خلاص انا مش قادره. كان بيقومني حاجتين بس. اول حاجه اني كنت بقعد صراحه اشتكي ربنا بقى، يعني الحقني لان انا كده خلاص مش قادره، وطبعا كان هو اللي بيطلعني في الاخر. تاني حاجه اني كنت بفتكر انا اصلا ليه بدات ده من الاول. فكل ما كنت بقى بقول طب كان ايه اللي جابني من الاول، فافتكرت ان اللي جابرني اني كنت شايفه ان في ناس بتتالم وناس بتموت كل يوم بسبب المرض ده. فلو في بس 1% امل اني ممكن انا بعمله ده يكون سبب في شفائهم يبقى لازم اكمل. فعشان كده كنت بقوم وبحاول ان انا اكمل تاني. قرارك ده كل اللي انا اقدر اقدمه. والسيشن دي عمرها ما تكون ولا اول ولا اخر سيشن تسمعها عن ناس قدروا ان هم يوصلوا لاحلامهم. انت بس اللي هتقرر هل ده ممكن ينفعك ولا ممكن ما ينفعكش. الفكره ان احنا يمكن بنسمع قصص ناس كتير قوي قدرت ان هي تحقق حاجات، بس احنا بنتعامل مع ده ان هي اهي قصه وما شاء الله عليهم وربنا يوفقهم. لا، مش عايزاك تقولي ربنا يوفقني بس، انا عايزاك انت تقول شوف ايه اللي انت نفسك فيه. مش معنى ان انت دخلت كليه مش حاببها، او مش معنى ان انت اجبرت انك تمشي في طريق انت مش حابه دي اخر الدنيا. شوف انت حياتك غاليه، يعني شوف ايه اللي انت نفسك تعمله وابدا ان انت اختاره، وابدا ان انت امشي على القوانين اللي انا قلتها لك. دي شيء عن تجربه شخصيه، وان شاء الله انت توصل لدي. وما اعتقدش ان في حاجه اجمل من انك تعيش الحلم بتاعك انت. شخصيتي انا، اوعى تنسى البحث العلمي عمره ما كان عايز حد عنده علم كتير، ولا عايز حد ما شاء الله عبقري زي ما قلت لكم، بس هو مش عايز اكتر من واحد عنده حلم مستعد ان هو يعمل اي حاجه عشان يوصل. شكرا جدا.